السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، أقا نغعادك النصائح النغ المباركة، سلسلة مباركة بإذن الله، والنصيحة النغ إن شاء الله الآن تتعلق بالقنوت. النبي صلى الله عليه وسلم يشار عن القنوت، ولكن ماشي غير القنوت، خص القنوت ديري وفق السنة النبي، لأن رب العالمين يمرنا أنا في النبي والأسوة الحسنة في النبي عليه الصلاة والسلام، والخوق يقعد العشرة الأخيرة من رمضان، فالتصنيف ذا نذكر القنوت، القنوت لنا ثابت. أولا النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا، جاء شهر القنوت ثم ترك، ماشي بدا، ثم كان صلى الله عليه وسلم يتقل القنوت لكل صلاة، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الصبح، ثم تقل القنوت ذي الوتر. الوتر خني تزج الصلاة الليل نغي تقل الوتر الناس يوتير ثم يتقل القنوت. والقنوت من متي تقل النبي صلى الله عليه وسلم، إما يعني ذي القنوت، ذي القنوت خني تقل النبي عليه الصلاة والسلام ذي الوتر، إما قبل الركوع قبل ما ذي عشع، ذي عشع حتى نقات قبل ما ذي عشع، وإما بعد خني غي سميع الله لمن حميده، غي سميع الله لمن حميده يتقل القنوت نير قبل ان يركع قبل ما ذي عشاء. ثناء الصياغ للنبي صلى الله عليه وسلم تقول كذي سنت القنوت. ثم عليه الصلاه والسلام يشارع القنوت سبب النس، كما في الصحيحين النبي عليه الصلاه والسلام كما يقول انس يتويسك 70 رجلا، ينا توين القرة توحفظ القران اسكيهن كيجن حاجه تقدر يجن حاجه يامي فرنت فنتن شان القوم ذي بارا اكو بريد. المهم لناس قصة معروفة وطويلة، ولكن الشين غانغ الكلمة نغمي، وهو يوذان النغيس كن النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الناس يوذان روح نغينتن يا مثل نغين، وش النبي صلى الله عليه وسلم يشارع وني السباب يمي يقع القنوت عليه الصلاة والسلام. ولكن كان صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. الخون الشين قانغ ذيجن المأساة، قنق جيجن الضيق، قنق جيجن الكربة، إذا خصنا غنق القنوت، ونزم هذيك القنوت هذيك القنوت، وأزنبيين ما مشدس غيق القنوت. ثم أننا النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام البخاري تويت القنوت خنق سمع الله لمن حمده، ثم يبدي تقل القنوت، ثم يوذاني الجناوارني مني يتزاد جاني جني تقل القنوت مراكسي وذان ثارون مثلا تقل القنوت ديال الدان شكون شينا قنق ذي ثوذري النغذي الحجر الصحي انت قد القنود زجا كيك ثمغاب زجا كيك ثاروانش، فذاني تا من السنة شكت كسيدي فاسن دي القنود نهينا غاد كسيدي فاسن سن دي القنود. لكن خني غا حينما خني غاد اتشارع دي الدعاء فهم يؤمنون اذينين امين وراءك اذينين امين واني تجائز يعني واني جنوار الناس اذيني امين. ثم ايها الاخوة المؤمنون النبي عليه الصلاة والسلام تواخني تقل القنوت عليه الصلاة والسلام يخشع في قنوته القنوت النس، ثم يشار عن الأول أنيني أربعة الأدعية ثابتة عنه ذي القنوت، ثم أخذني هذا الرس أذي شاع أذي التراب العالمي خمغي كسير هرش إلى آخره. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ذي القنوت: اللهم اهديني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم أقصد كستاني: لا من جاء منك إلا إليك. ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ثلاث خلنا يكمل القنوت الناس خسادي الزج النبي عليه الصلاة والسلام. هاي الصيغة. تأتي الصيغة الثانية: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أحصيت أنت كما أثنيت على نفسك. حديث عند الإمام مسلم. وفي رواية أخرى زي الدعاء القنوت أيضا: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل عن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا، وفي رواية: وفي لساني نورا،
واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا. ونتمريت بدي القنود من أدعية القنود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما عند الإمام أبي داود. ثم أيها الإخوة المؤمنون، خلني غيكمر الإنسان ذي القنوت النسني غادي كسيني فاس الناس، ثم يؤمن من خلفه، ولكن هو يمسحبو يفاس الناس زي سيمسحمو يغنبو بالناس. لا نغني خلني غيكمرني ولا نمسحني فاس الناس، لا ذي كمر ذي السهوة يفاس الناس، هذه السهوة يفاس الناس. إذن القنوت إشارة ديننا، وخاصة خذ العشر الأواخر من رمضان وني زمان وني خسناتي من كل صلاة، مكور صلاة النش الدهار جيت نغزة جد الدهار الفريضة عرش حتى نقات قعنا الدهار، إما جيت قبل الركوع نغ بعد الركوع، رعاصة كيف كيف، رمغاب كيف كيف، رعشة كيف كيف، خني غزة جد التراويح نشد جد التراويح ذي الويتر نشان قار عود كيف كيف جي القنوت. ثم في القنوت ترى رب العالمين: يا ربي كسيخان غل وباء، يا ربي كسيخان غل هراشة، أرغب كذ الأدعية يتغي تقنبية. ثم ترى رب العالمين خان غي كسي كورونا يا ثانيتا، خان غي كسي الوباء ونيتا، خان غي كسي العدوى يا ثانيتا، تظهر بالعالم دي تنزل الشفاء، تظهر بالعالم بالإخلاص إن شاء الله أن يتقبل منا الصيام وأن يتقبل منا القيام وأن يرحمنا أحياء وأمواتا وأن يوفقنا للخير. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينير: اللهم صل على محمد وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميع أعمالنا وأن يجعلنا هادين مهديين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.